أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. اختتام الحملة العلاجية لجراحة وقسطرة القلب لدى الكبار بلسم 3. أمن ساحلي حضرموت يقدم مذكرة اعتذار لأسرة الشهيد علي باوزير. كلية البنات بجامعة حضرموت تنظم فعالية حضرموت أرض السلام. أهلا بكم. كرم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكين فرج سالمين البحسني الفريق الطبي السعودي المشارك في الحملة العلاجية لجراحة وقسطرة القلب لدى الكبار بلسم 3 التي سيرتها منظمة البلسم الدولية إلى مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا. ونجحت الحملة في إجراء 18 عملية قلب مفتوح و70 قسطرة علاجية من النوع المعقد للمرضى من جميع محافظات الجمهورية. ورفضت المنظمة المركز بأدوية وأجهزة طبية حديثة. وأعرب المحافظ البحسني عن خالص الشكر لمنظمة البلسم الدولية وللطاقم السعودي المنفذ للحملة وللفريق الطبي المحلي بمركز نبض الحياة. وجرى في ختام الحفل تكريم وزير الصحة العامة وسكان ومحافظ محافظة حضرموت والمساهمين في حملة بلسم 3 من الأطباء والفنيين في منظمة البلسم ومركز نبض الحياة. وقام المحافظ عقب الحفل بزيارة لمرضى مختلف المحافظات الجمهورية طمئنا على صحتهم وداعيا لهم بالشفاء العاجل. أجرى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكين فرج سالمين البحسني اتصالا هاتفيا بمدير الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد روكين مبارك العبثاني، تعرف خلاله على نشاط الأجهزة الأمنية في الوادي. وأثنى المحافظ على الأعمال التي يقوم بها رجال الأمن من مداهمات لأوكار الإرهاب والممنوعات كالحشيش والخمور في سياق حملة مداهمات أمنية واسعة نفذتها الأجهزة الأمنية بالوادي والصحراء استهدفت أوكار العناصر الإرهابية، وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من الحشيش والخمور والممنوعات. وفي هذا الإطار وجه المحافظ باعتماد 6 مشاريع للأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء بأكثر من 220 مليون ريال تشمل ترميم مبنى الأمن بمديرية تريم وملحقاته واستكمال مشروع مخبز ومحطة إدارة الأمن وترميم مبنى إدارة الأمن بحورة ووادي العين وبناء مبنى للأمن بوادي العين وهنجا لمبنى أمن مديرية ساه. قدم أمن ساحلي حضرموت مذكرة اعتذار رسمية كرد اعتبار لأسرة الشهيد الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير، وذلك بسبب ما حصل من خطأ غير مقصود بمداهمة منزل والد الشهيد الذي يسكن فيه إخوانه بمدينة غيل باوزير الثلاثاء الماضي. وأوضحت المذكرة الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أن إدارة الأمن العام تأسف شديد الأسف لما حصل، فإنها تذكر الجميع بالمناقب البطولية والتاريخ المجيد لهذا العلامة الفاضل في مقارعة أفكار التطرف والتكفير والإرهاب والذي دفع بحياته ثمنا لتلك المواقف الثابتة والصلبة في قول الحق وفق كتاب الله وسنة رسوله ودفاعا عن أرواح الأبرياء وفي مقدمتهم رجال الأمن البواسل. قال مدير عام شركة النفط فرع ساحلي حضرموت الدكتور خالد العكبري أن أسباب الأزمة الحالية التي تشهدها مدينة المكلا من عدم توفر المحروقات ليست أزمة انعدام، وإنما الكميات التي يتم إنزالها لا تكفي السوق المحلية. ورجح العكبري في اتصال هاتفي على قناة المكلا مساء أمس ضمن برنامج حديث الشارع حول أزمة المشتقات النفطية الأسباب نظرا لتوقف البيع في العاصمة عدن وارتفاع طلبه في حضرموت، وكذا تحويل كميات كبيرة من مادة الديزل المخصصة للسوق المحلي إلى محطات التوليد التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بعد توقف المنحة السعودية للمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، لافتا إلى أن الأزمة تلاشت نوعا ما خاصة في مادة البترول عقب وصول شحنات إسعافية. وأوضح مدير عام شركة النفط أن الشركة ليست بمقدورها استيراد المشتقات النفطية لعدم توفر العملة الصعبة لديها، مشيرا في ذات السياق على السياسة الواضحة التي تنتهجها الشركة مؤخرا بخصوص الأسعار والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بسعر البورصة، مضيفا أن الشركة تخسر 40 ريال في اللتر الواحد حيث أنها تشتري المحروقات من التجار بسعر 320 ريال يمني،
وبيعها لمحطات التوزيع ب280 ريال. ضبطت شرطة السير بمدينة المكلا عددا من الدراجات النارية التي تستخدم صوت القزوز المزعج للمواطنين ضمن حملة نفذتها الشرطة في شوارع المدينة الأسبوع الماضي. وقال مدير شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري إن تنفيذ الحملة يأتي بعد تزايد شكاوى المواطنين من الأصوات المزعجة الصادرة من الدراجات النارية خصوصا وسط الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن تنفيذ الحملة يأتي ضمن حملات تنفذها شرطة السير منذ مطلع العام الجاري ضمن توجهات الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت. ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شحيرة التابع لمديرية غيلبة وزير شخصين قاما بسرقة مولد كهربائي وبطارية إلكترونية من أحد معامل داموك بمنطقة شحيرة. وأكد مصدر أمني بغيلبة وزير أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين بعد متابعتهم من قبل البحث والتحريات، حتى تم ضبطهم عند محل بيع الخردوات بعد قيامهم ببيع أحد المسروقات، وعثر بحوزتهما على مبلغ 400,000 ريال يمنية. ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر القبض على شخصين يحترفان السرقة في عدد من مناطق محافظة حضرموت. وأكد مصدر أمني بمديرية الشحر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين يحترفان السرقة، إحداهما من محافظة إب والآخر من محافظة تعز، وبحوزتهم ذهب 4,500 ريال سعودي مسروقات. وأوضح المصدر الأمني أن الشخصين اعترفا بقيامهما بعدد من السرقات في محل صرافة في القطن وتري والخشعة، إضافة إلى سرقة طقم ذهب من أحد المحلات بمدينة القطن وجوالات وعطوم محلات مختلفة بمدينة المكلا. وثمن المصدر الأمني ذاته التعاون الكبير من قبل المواطنين مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ على مكان المطلوبين بعد التعميم عليهم. ضمن الأنشطة الصحية التي تمولها مؤسسة الأمن للتنمية، نفذ المركز الصحي بمنطقة غيضة البهيشة العيادة الخيرية التخصصية لشهر مارس، ويهدف المشروع لتقديم الخدمات الصحية للمرضى وتخفيف العناء انتقال المستفيدين إلى مستشفيات المكلا والمساهمة في وصول الخدمات الطبية الجيدة إلى المناطق البعيدة. وبلغ عدد المستفيدين من مشروع العيادة لهذا الشهر 84 مستفيد من منطقة غيضة البهيشة وضواحيها. ويأتي هذا المشروع بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة وسكان بمديرية بروم ميفع والمركز الصحي بغيضة البهيشة. نظمت كلية البنات بجامعة حضرموت فعالية حضرموت أرض السلام لإحياء التراث والموروث الحضرمي وتنمية روح الانتماء الوطني لطلاب الجامعة تزامنا مع أسبوع الطالب الجامعي. وفي الفعالية التي حضرها عدد من نواب الجامعة ومن الهيئة التدريسية والمساعدة بالجامعة، استقبل أطفال روضة الجامعة الحضور بالزي الشعبي والتراث الحضرمي، واستعرضت في الفعالية الصور المشاركة بأفضل لقطة لمحافظة حضرموت. وحرصت الفعالية على تخصيص ركن للتوعية بإعادة التدوير والحفاظ على المياه والترشيد في استخدامه. وشهدت الفعالية تفاعل الطالبات في عرض الأكلات الشعبية ورقصات لأطفال بالزي الحضرمي. نفذ فريق صنوان التطوعي حملة تنظيف استهدفت شارع وشاطئ الستين الذي يعتبر أحد أبرز منتزهات عوائل مدينة المكلا والقادمين إليها. وتهدف الحملة التي نفذها فريق صنوان إلى خدمة المجتمع الحضرمي ورفع مستوى الوعي والفكر بأهمية النظافة وأثرها البارز على الفرد والمجتمع، وتقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية التطوعية لجعل حضرموت أجمل، حيث يتكون فريق صنوان التطوعي من عدد من العائدين من المملكة العربية السعودية إلى أراضيهم الحضرمية. نهاية النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اختتام الحملة العلاجية لجراحة وقسطرة القلب لدى الكبار بلسم 3. أمن ساحلي حضرموت يقدم مذكرة اعتذار لأسرة الشهيد علي باوزير. كلية البنات في جامعة حضرموت تنظم فعالية حضرموت أرض السلام. سيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.